ألوان الشعر الغريبة تسيطر جدا على الفنانين الفترة دي. اللي حصل بالظبط ان ظهر عدد كبير من الفنانين بألوان شعر مختلفة عن اللون الطبيعي، والفنانين بدأوا يختاروا لون زي الأصفر وألوان كمان قريبة جدا من الأبيض وحاجات غريبة جدا. وطبعا علق رواد السوشيال ميديا على اغلب الفنانين اللي عملوا كده، واللي كان ابرزهم عمرو دياب واحمد سعد ومحمد حمائي. وفي ناس كتير بتقول هي ليه الفنانين بتحب دايما تعمل حاجه مختلفه، ليه مش على طبيعتهم والموضوع يكون ابسط من كده. شكرا لكم متابعين القناه، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناه دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.